لكل من يهدد النظام والأمن والنووي توجه إيران هذه الصواريخ، رسالة لا تختلف عما عهدته المناورات السابقة كتعزيز جهوزية القوات المسلحة للرد على أي هجوم قد تتعرض له الأراضي الإيرانية. لكن حرارة هذه الصواريخ وسخونة ميدان مناورة النبي الأعظم التي تجري على ثلاث مراحل تجرب خلالها الصواريخ القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى كصواريخ شهاب، ليست بمعزل عن الأجواء الساخنة بين إيران والغرب على خلفية إعلانها المفاجئ عن منشأة نووية جديدة قيد الإنشاء. ويبدو أن الإيرانيين يتقنون لعبة التوقيت جيدا وتوجيه رسائل التحدي في الوقت المناسب. نبلغ الدول التي تسعى الى تخويفنا من خلال التهديد والوعيد والحرب النفسية باننا مستعدون دائما على جميع المستويات وفي كل زمان للرد بسرعة وبشكل حاسم. اذا التهديد الاسرائيلي بضرب المنشآت النووية الايرانية يواجه بتهديد ايراني بضرب العمق الاسرائيلي دفاعا عن برنامج تقول طهران انها قدمت من اجله الغالي والنفيس حتى اضحى التراجع عنه من المستحيلات بالنسبة للنظام. الرسالة الواضحة ان ايران ستبقى صامدة وملتزمة بحق